فانا كان عشان اقدر انفذ افكاري واقدر انفذ اللي انا عايزاه واقدر اركز في البيبان الكتير، شغلي والولاد وجوزي والبيت والطبخ والمسؤوليه والتمارين، فكان لازم يبقى ليا حاجه اطلع اشحن خلاص الشحنه اللي عندي زياده. فكان قالت لي لازم حاجه يدويه. انا كنت عايشه في السعوديه ال3 سنين ونص دول او ال4 سنين، فانا كنت موهومه بفكره العطور العربيه. فوالله انا قاعده في مره فتحت امازون، لقيت الكيت اللي هي بتاعه تعليم الكاندلز، هاو تو ميك كاندل، وفعلا عملت اوردر جات لي الكيت وبدات العب. رحنا لدكتور معروفة جدا في المجال ده، واحنا هناك انا كنت بحكي القصة زي ما بحكيها كده، واللي هو انا يا دكتور عارفة اهندل ولا دي المدرسة اللي مش عارفة تهندله. فقالت لي انت عارفة تهندلي مش عشان انت بس مامي، انت عارفة تهندلي لان انتوا الاتنين ADHD، الولد عنده ADHD اللي هو الامبولسيف، وانتي عارفاه مفاتيحه لان انتي هو وارث منك الـ ADHD. خلي بس تبقى فوق، ايدك فوق، كشر كده وانت بتلعبها، ها كشر كده تاني، ها 2 اوكي 2 ها شاطر، برافو برافو يا يوسف، برافو يا يوسف، برافو again تاني، برافو برافو يا يوه تاني. اضرب جامد في راوند كويس، ايدك فوق هوب، ايدك عند وش، ايدك ترجع عند وشك وانت بتضرب هوب. فان انا اقدر ارتب بقى افكاري ده بيبقى كله كان بفضل الشموع، ان انا لا انا هرتب واحد بعد كده اتنين بعد كده تلاته. زي ما انت شايفه لما احنا جينا اشتغلنا الشمعه من اول ما بنبدا فيها هي ليها تفاصيل ليها خطوات، لو ما اتبعتهاش هعيد، فهو بيجبرني ان انا امشي على الخطوات واحده واحده. فده في حد ذاته خلاني رسيت والترتيب بقى في حياتي في عناصر كتير، منها ولادي منها البيت منها اهلي، حاجات كتير زي كده. دي بتاعتك انت ايه مش دي؟ انا ما بحسش الاي دي اتش دي له مرض وله عطل وله مشكله، بالعكس اللي بيفهمه وبيعرف يتعامل معاه هو اكتر واحد مستفيد، واللي حواليه بيستفيدوا كتير لان هو طاقه مش عارفه تتفرغ. يلا جيب لي 5 يلا برافو. باي باي.